مساء الخير مشاهدينا. عندنا أنه موافقة البرلمان أو مجلس النواب المصري يوافق أخيرا على قانون التأجير التمويلي والتخصيم. عاوزين نعرف ده معناه إيه، في مضمونه إيه، إلى أي مدى هيساعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى أي مدى هيساعد الاتجاه الإدارة الحالية نحو الشمول المالي وأنه فعلا يشمل كل القطاعات الاقتصادية الموجودة وأكثر القطاعات يعني المستفيدة من هذا القانون. هو في البداية يكون القطاع العقاري وقطاع النقل أو السيارات. هنتكلم كمان عن الخدمات المالية غير المصرفية، وهنتكلم عن طبعا الموازنة وعن البورصة والمقصورة. لكن خلينا نشيد أيضا بالوزيرة السوبر زي ما بيسموها وزيرة الاستثمار دكتور سحر نصر، والحقيقة اللي قدرت أنها يعني تعمل اتفاقية مهمة جدا مع أكبر شركات الترويج العالمية في مونديال روسيا، وبقى أن اسم مصر بيتحط كراعي أساسي في المونديال وعلشان الاستثمار في مصر، وده اللي احنا دايما كنا بنتكلم عنه. لكن خلينا نروح للمقصورة النهاردة، والحقيقة كانت بداية موفقة غير متوقعة، بداية للأسبوع الحقيقة على ارتفاع جماعي للمؤشرات لدى إغلاق الأحد أولى تعاملات أو جلسات الأسبوع. ارتفاع للمؤشر الرئيسي المؤشر الثلاثيني بنسبة وصلت لفاصل 30%، أنهى التعاملات عند 16395.2% نقطة. مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 0.14%، أنهى التعاملات عند 812.49 نقطة. مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا أيضا كان ارتفاعه بنسبة طفيفة، وصلت ل 0.10%، وأنهى الارتفاعات أو التعاملات عند 2064.85 نقطة. موجة الارتفاعات امتدت لمؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية، أو عفوا بالضبط محدد الأوزان النسبية، اللي ارتفع بنسبة 0.57%، وأنهى التعاملات عند 16635.20%. خلينا نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، وكان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط، وتصدر القائمة بما نسبته 23.85%، تلا قطاع الاتصالات ب 19.11%، ثم قطاع العقارات ثالثا ب 17.69%، رابعا قطاع البنوك ب 6.30%. فئات المتعاملين داخل السوق كان اتجاه المستثمرون المصريون اليوم نحو البيع مستحوذين على النسبة الأكبر اللي بلغت 65.83% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع أيضا مستحوذين على 29.16% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على 5.1%، وده كان في الوقت اللي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع مستحوذين على 62.14%، والمؤسسات كانت بتميل نحو الشراء وحصلت على 37.85% من إجمالي التعاملات. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، لينهي التعاملات اليوم عند 914.9 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 995 مليون جنيه. هنروح لتقرير نتعرف منه على تفاصيل أكتر لاتجاهات المستثمرين النهاردة وما وراء اتجاهاتهم ويعني اتجاهاتهم الشرائية اليوم، وبعده نبدأ بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا الكريم النهاردة اللي مشرفنا الأستاذ ياسر أمارة خبير أسواق المال. أستاذ ياسر بنرحب بحضرتك معنا، اسمح لنا نتابع التقرير وبعده نبدأ بالتحليل والتعقيب. خلينا نتابع. على صعود جماعي أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. كان في تباين في أداء المتعاملين المصريين، أول الجلسة كانوا عاملين فروق مشتريات ولكن آخر الجلسة أنهوا على المبيعات. الأجانب برضو كانوا عاملين أول الجلسة مبيعات بقوا مشتريات وبعدين رجعوا للمبيعات مرة أخرى، والتباين في أدائهم ده بيرجع لأن هم بيشغلوا مراكز زيرو في خلال الجلسة بعد ما رئيس هيئة الرقابة سمح بمضاعفة عدد الأسهم المتداولة في الزيرو وإمكانية إن هو يقوم العميل بعمل العملية أكثر من مرة في السهم الواحد.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.3% لينهي التعاملات عند مستوى 16,395 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 0.4%، وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.1%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 928 مليون و600 ألف جنيه. أحجام التداول بتعتبر أحجام تداول متوسطة، أقل من الفترات اللي فاتت. يمكن الثبات اللي احنا فيه هو بيعتبر تعاملات أفضل أو تحسن في التعاملات أحسن من فترة رمضان، والشهر رمضان كان فيه انخفاضات، لكن لسه ما وصلناش للأرقام اللي احنا تعودنا عليها. منطقة الاستقرار دي هي منطقة هولد من المستثمر المشتري أو اللي معاه، سواء كان معاه سيولة أو كان معاه أسهم، لأنه مش عارف اتجاه السوق هيكمل جني أرباح فهو يبدأ يبيع، أو هيكمل شراء فهو يستغل السيولة بتاعته. وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 47 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 90 شركة، وحافظت 40 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. أداء جيد للمؤشرات الرئيسية في مستهل جلسات الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية على المستويين الداخلي والخارجي بحسب محللين، وهو ما يؤشر لأداء أفضل في الجلسات المقبلة. من البورصة المصرية، محمود العزالي، برنامج مؤشر النيل. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، وطبعا كل الشكر لزميلنا محمود العزالي على التقرير من مقر البورصه ومن المقصوره. خلينا نبدا حالا بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا الاستاذ ياسر عماره، خبير اسواق المال. مره ثانيه برحب بحضرتك استاذ ياسر. للجلسه الثانيه على التوالي في ارتفاع، بدايه للاسبوع لكنها بدايه مبشره. بنتكلم عن زياده لتفعيل التي بلس زيرو اللي كانت اقرتها هيئه الرقابه الماليه من فتره الحقيقه، وده بيدي مزايا اكتر أكيد للمستثمر. بنتكلم عن الترقب أكتر لتفعيل الطروحات اللي بنتكلم عنها من فترة، وزيادة السيولة في السوق اللي احنا بنترقبها أيضا. يمكن كل دي أسباب أدت للارتفاع من وجهة نظر حضرتك، ولا في أسباب تانية؟ هي طبعا أحد الأسباب فعلا هي اللي أدت لارتفاع السوق أو انتظام السوق في التداول، خصوصا إن احنا خارجين من أجازة عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين طبعا. ودي تعتبر أول جلسة يعني طبيعية بعد الأجازة، لأن حضرتك عارف إن احنا بدأنا التداول يوم الثلاثة اللي فات، فكان نص أسبوع فما نقدرش إن احنا نحكم. البداية قوية، وفي أول يوم تداول يوم الأحد ب 790 يعني مليون جنيه، ده حاجة كويسة، قرب داخلين على قرب المليار، مع ارتفاع أو استقرار في بعض الأسهم على مستوى القطاعات. ده مبشر برضو بإن شاء الله إن المؤشر في طريقه إلى الموجة الصاعدة في الوقت القصير. طيب حضرتك ذكرتي كذا محفز أو كذا عامل ممكن يؤدي إلى هذه الارتفاعات. الحقيقة السوق بيترقب لأي أحداث فيها مزايا يستطيع أنه يقتنص منها الفرصة، في طبعا سواء داخليا أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى العالمي. عندنا حدث مهم جدا يوم الخميس الجاي، المفروض البنك المركزي في اجتماع السياسه النقديه ترقب اسعار الفايده الجديده. نعم صحيح. لكن في ترقب المره دي او انتظار المره دي للارتفاع؟ لا، هو مش هيرتفع، رفع سعر الفايده. لا ده مش تبع الارتفاع، لكن هو الاستقرار هو المتفق عليه، ان هو يبقي سعر الفايده زي ما هو. طب اسمح لنا، عايزين نتكلم عن ده الى حد ما بالتفصيل. تمام. يعني بعد السؤال ده، ففي ترقب ايضا لاجتماع المركز الخميس؟ طبعا في ترقب لبعض الاحداث زي ما احنا شايفين برضو على المستوى الاقليمي او مستوى السوق السعودي، وموضوع دخوله في الام اس اي، فكل الامور دي بتخلي احنا عندنا طبعا نسبه الاجانب وعرب ومصريين زي ما حضرتك لسه قايله في التقرير، كل الامور دي بتعيد ترتيب بعض الاستثمارات والمحافظ الماليه خلال فتره طبعا الراحه الصيفيه لمعظم المستثمرين. اللي هو شهر 8 برضه، يعني احنا شهر 7 او 8 بدانا نتعافى من شهر رمضان والهدوء. صحيح. اللي كان فيه الهدوء النسبي دي دوره، وبعدين نبدا بالظبط اجازات شهر اغسطس اللي مش بس في مصر، الحقيقه في العالم كله. مزبوط. يعني بيبقى فيها هدوء ايضا، هدوء نسبي. مظبوط يا فندم، مظبوط. ودي كلها طبعا حضرتك عارفه بتاثر على حجم التداول، بتاثر على السوق، بس فرصة لالتقاط الأنفاس مرة أخرى. برضو بيقدر مدير المحافظ ومدير إدارات الأصول يقدروا أن هم يتخذوا قراراتهم بشيء من التريث والروية شوية. طيب
نتكلم عن الاجتماع المرتقب للمركزي المصري، واجتماع مهم بينتظره كل طبعا الاوساط الاقتصاديه مش بس البورصه، لكن يمكن البورصه بتكون في البدايه هي اللي منتظره، القطاع المصرفي كله وكل المتعاملين معاه كلنا كمواطنين. بعد المره الخامسه على التوالي وخفض سعر الفايده بعد الديفالويشن او تخفيض او تعويم الجنيه، المرة دي البعض يرى أنه ربما بعد الاجتماع القادم أنه يكون في رفع للنسبة، فحضرتك بتتوقع إيه وإيه الأفضل ربما للمستثمر؟ خلينا نربط اجتماع البنك المركزي في الحقيقة وعلاقته بالسياسة النقدية وسعر الفائدة مع زي ما حضرتك طرحت في المقدمة وقلتي إقرار قانون التأجير التمويلي والتخصيم وعلاقته بالشمول المالي للبنك المركزي. طبعا علاقة كبيرة جدا. هدف استراتيجي عنده هو موضوع الشمول المالي بالاتفاق طبعا والتعاون مع كل الجهات المالية. طبعا المركز القومي للمدفوعات اللي هيتم تفعيله خلال الفترة اللي جاية بالتأكيد. خلينا نقول لحضرتك إن المبلغ المخصص لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% كان المفروض المدة الزمنية بتاعته 5 سنين، هي دلوقتي تقريبا يكاد يكون يعني نفذ أكثر من 60% منه تم التصرف فيه، وعلى نهاية 2019 قد تكون ال 200 مليار كلهم تم استنفاذه. ده معناه إن فعلا في إقبال على القروض الميسرة. بس برضه في سؤال بيطرح نفسه، هل كل المستفيدين واللي اتجهوا فعلا للإقراض من أو الاستفادة من ال 200 مليار جنيه المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانوا من الشباب اللي هم فعلا بيبدأوا مشروعات صغيرة ومتوسطة؟ سؤال تاني يعني هو احنا مش هنقول يمكن لحد ما اجابته ما تكونش انا هقول استفاده استخدام المبلغ ده بالنسبه للاقتصاد بصفه عامه، سواء كان شباب او سواء كان شركات قائمه. دوره الاستثمار وخصوصا في القروض اللي هي مدتها بتتراوح من سنه لثلاث سنين زي ال 5% اللي هم 200 مليار دي، بتاخد دوره عشان بتتجه معظمها للتصنيع ولتاسيس الشركات، وبالتالي بتاخد فتره من سنه ونص لسنتين عشان تبتدي انها تطلع نتائج ايجابيه. هنا هنبتدي نقول ان دور التأجير التمويلي والتخصيم هيكون لي. طب استاذ ياسر انا يعني اعذرني، احنا كده هندخل بالتفصيل على التأجير التمويلي، وانا عايزه برضو ان احنا نتكلم عنه تفصيل. هو مرتبط جدا ببعضه صحيح، لكن الى حد ما احنا بنتكلم عن سعر الفايده ومدى ارتباطه ايضا بنسبه التضخم اللي دايما بيراعيها في البدايه المركزي المصري صحيح، علشان يقرر اذا كان هيرفع او هيخفض سعر الفايده. فاحنا بنتكلم عن التحكم لحد كبير جدا في نسب التضخم، وده اللي شاهدناه طبعا انخفاض في نسب التضخم بنسبه كبيره، ولكن ربما يتجه ايضا او تتجه نسبه التضخم مره اخرى للارتفاع خاصه بعد طبعا رفع سعر الطاقه مره اخرى والبنزين والكهرباء والاسعار الجديده اللي احنا بنتوقعها في خلال الاسبوع ده او الاسبوع القادم، وده هيرفع نسبه التضخم مره ثانيه. فالى اي مدى ممكن هنا بينتظر السوق رفع او خفض سعر الفايده؟ بالظبط كده. طبعا زي ما حضرتك عارف ان احنا دلوقتي هنفرق ما بين حاجتين، ما بين التضخم الاساسي على اساس سنوي وما بين على اساس شهري. على اساس سنوي هنلاقي ان هو مستقر تقريبا، التضخم العام 11.5%، التضخم الاساسي 11.1 بوينت، فده يعتبر ضمن مستهدفات البنك المركزي اللي هو يوصل لدرجه ال 10% من 10-13%، وكل التقارير الدوليه بتقول كده. وده كان ناتج طبعا مش ناتج لتاثير مباشر للاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت قد ما تغيير سنه الاساس هو اللي كان ليه. خلينا نقول ان البنك المركزي مش متخوف من ارتفاع حاد في التضخم، خصوصا ان الاسواق ابتدت ان هي بتمتص اثار هذا التضخم مع الوقت، وظهر جدا يعني حسن استنتاج اعتقد صانع السياسه في ان فعلا بدا ترشيد في الاستهلاك او يعني التفادي. احنا مجبرين نرشد دلوقتي الاستهلاك، يعني بقينا فعلا زي الدول الاوروبيه. هو ده اتجاه عالمي ده طبعا برضه، يعني لكن احنا بقينا فعلا مجبرين، ودي حاجه فعلا لازم. لكن عايز اقول لحضرتك عليه ان الاسواق كلها فعلا بتترقب زياده جديده في الاسعار. كل ما بتسأل دلوقتي عن سعر سلعة معينة بيقولك احنا منتظرين الأسعار الجديدة وقائمة الأسعار الجديدة في خلال أسبوع. نعم. وربما هم في بعض الأحيان بيعلوا بنفسهم. أكيد. مع ارتفاع رغم أن أسعار الدولار مستقر. للأسف ما هو أسعار الدولار مستقر، ده احنا بنربط بسعر الدولار الجمركي اللي هو 16 جنيه. معلش، السلع دي بيربطوها بأسعار الدولار مرة تانية عشان الاستيراد وما إلى ذلك. ده بالنسبة للسعر المستورد. بالظبط. انما بالنسبه للتصنيع المحلي اتصور ان هي بعد الطفره اللي حصلت في عمليه التصنيع والنتائج الايجابيه اللي ظهرت على مستوى كل القطاعات
خلال الفتره اللي فاتت وخلال 8 اشهر يمكن الاخيره. منها طبعا ان يعني اعلان البنك المركزي النهارده في تقريره الشهري ان حجم الدين المحلي 3 تريليون و400 مليار، يعني حوالي 86% من اجمالي الموازنه العامه. ده كلها مؤشرات ايجابيه بتنبئ بان معدل التضخم هيبقى مسيطر عليه خلال الفتره اللي جايه من اليات السوق نفسها. هنا مفيش تخوف من ارتفاع التضخم زي ما احنا قلنا. البنك المركزي بيستطيع بادواته الكتيره بخلاف ارتفاع الفائده، اتصور ان معظم المحللين بيؤكدوا على ان استقرار سعر الفائده وعدم رفعها سعر الاقراض والخصم بالظبط كده. وان كان في يعني هو دلوقتي فاضل 4 اجتماعات غير اجتماع الخميس اللي جاي للسياسه الناديه، وكلها متوقفه حسب في عنصر مهم جدا لازم نقعده في الحسبان، ان ارتفاع سعر برميل البترول ووصوله لاكثر من 75 دولار وانخفض تاني في الفتره اللي فاتت لا ده وصل 75 وبيقولوا احتمال لا بس رجع انخفض الى حد ما تاني بعد الحديث عن الـ طبعا دخول معادلات اخرى في موضوع واجتماعات الاوبك بالظبط. اجتماع اوبك الاخير على الرغم ان هو اقر بزياده المعروض الا ان سعر برميل البترول ارتفع طبعا من موضوع العقوبات اللي ما عادت مره اخرى لايران. الامور دي كلها بتؤدي لان يعني لازم يكون في حسن اداره لهذا الموقف كويس. الدولار عندنا في الموازنه كان احنا حاطينه في 68 دولار، ففي فرق طبعا من 68 ل 75. كل الامور دي كلها بيضعها امام عيني صناع السياسه النقديه او حتى الماليه. هنا بنتكلم على برضو بعض التعديل في بعض مواد قانون الضرائب على الدخل 91 سنه 2005. كل الامور دي اتصور ان هي ماشيه مع برنامج الاصلاح الاقتصادي طبعا. اللي هي مصر اوريدي ماشيه بتطبيقه بدرجه امتياز مش جيد جدا حتى طبعا. مع المراجعات يمكن التخوف الوحيد بس اللي هو زياده الدين الخارجي وتعديه 84 مليار دولار، فده الى حد ما ممكن هو يعمل ضغط شويه على الحسابات. وبنتمنى فعلا انه موضوع الملف الضريبي انه يكون في فعلا تفعيل بشكل اكبر، عشان دايما بنتكلم عنه توسيع القاعده الضريبيه، وانه ازاي فعلا التمويلات اللي ناقصه من تحصيل الضرائب ان هي الى حد ما بعد رفع اسعار البترول البنزين والكهرباء ان هي تعوض لحد كبير، علشان ما يكونش كل الحديث عن ان احنا هنا بنتكلم عن رفع الدعم بالظبط، لكن علشان نوفر موارد اخرى للدوله وخدمات، ولكن هنا الضرايب فعلا هي ممكن تحصل لنا مليارات ايضا وبتضيع على خزينه الدوله. طيب خلينا نروح مع حضرتك لموافقه مجلس النواب على قانون التاجير التمويلي والتخصيم، والى اي مدى ده بيأثر على فعلا الشمول المالي، واتجاهنا اتجاه صحيح بقوه للشمول المالي والتمويل متناهي الصغر. التأجير التمويلي والتخصيم أحد أدوات اللي بيستعين بها المستثمر لتمويل احتياجاته من التمويل لسد طبعا الفجوة التمويلية اللي عنده، سواء تأجير تمويلي سواء على المستوى طويل الأجل، تخصيم على مستوى قصير الأجل. ده يمكن ببساطة شديدة جدا. التأجير التمويلي إن هو بيقول عايز يعمل مصنع ومش معاه تمن الخط الإنتاج، فشركة التأجير التمويلي بتروح تشتري له المصنع، تشتري له خط الإنتاج دوت، تشتري له كل التزاماته في مقابل تقسيطه على مدة معينة. أما بالنسبة للتخصيم وده اوريدي مطبق وموجود بس تم تنظيمه بشكل أساسي. هو مطبق موجود من سنة 95 مش كده؟ ده حقيقة تقريباً. ومن زمان جدا بالظبط، وخصوصا زي ما حضرتك ذكرت يعني كده في قطاع جديد. السيارات. لا تمام لا مش قانون تمام جديد بالظبط، علشان نوضح للسادة المشاهدين. موجود ولكن تم إقرار بعض البنود وتنظيم بالظبط كده للتخصيم في قانون 25 سنة 92. دلوقتي هم جمعوا وحدوا القانونين او كل ما يخص هذان القطاعان في قانون واحد. ده ليه اثر كبير جدا على منظومه الاقتصاد الغير رسمي طبعا بصفه عامه والمشروعات الصغيره والمتوسطه. معظم المشاريع الصغيره والمتوسطه والافكار الجيده، ويمكن اللي وضح كده الخريطه الاستثماريه اللي عملتها وزاره الاستثمار، موضوع في شركتك فكرتك، كل المبادرات دي ادت ان هي في افكار جيده جدا، لكن في للاسف الشديد بتصطدم بعمليه التمويل. اصبح دلوقتي التاجير التمويلي والتخصيم احد الادوات المساعده بخلاف البنوك كقروض طبعا زي ما انت شايف ارتفاع اسعار الفائده دلوقتي، او بخلاف البورصه سواء طرح جزء من الاسهم. فبالتالي انا اتصور ان هيكون لهم دور كبير وتنظيمهم في قانون واحد ده بيشجع كمان المستثمرين الاجانب والعرب ان هم يدخلوا هذا المجال، خصوصا ان عدد الشركات المؤسسه لهذين القطاعين يعتبر قليل جدا، وحجم التعامل معهم متوقع يعدي ال 500 و 600 مليار جنيه.
فبالتالي ده هيعمل تنشيط بالتوازي مع مبادره البنك المركزي اللي هي 200 مليار اللي هي اوريدي تقريبا شبه انتهت او قربت تخلص. فتأجيل التمويل والتخصيم ده توقيت جيد جدا لاصدار هذا القانون مع تفعيل طبعا اللائحه التنفيذيه بتاعته، ده حاجه مهمه جدا ان شاء الله قريب. بيمنع الازدواج الضريبي ايضا وبينظم طبعا الحمايه للشركات اكيد بشكل كبير. أكيد لان التأجيل التمويلي هو بيقول يعني هو في طبعا في كذا نوع او شكل من اشكال التأجيل التمويلي او التخصيم. والتأجيل التمويلي طبعا هو تملك الاصل في نهايه المده وده بيبقى مفيد لكل الاطراف. اما بالنسبه للتخصيم فده بيبقى معظمها بتبقى الشركات العقاريه او الشركات الاستهلاك اللي بتتعامل في تجاره في التجاره والاستهلاك، ان هي بتاخد شيكات اقساط ومقدمات، هي بتستطيع انها تقطع او تخصم هذه المتحصلات بتاعتها المستقبليه عند شركه التخصيم. كانت بتتم الاول في البنوك بصفه وديه لكن دلوقتي بقت بصفه اكتر القطاعات سريعا. استاذ ياسر اعذرني عشان القطاع العقاري ده طبعا اساسي، ده حاجه مهمه جدا بالنسبه للتخصيم بالذات. ويمكن في شركات كبيره في البورصه يعني عامله اشتغلته بس بشكل تاني اسمه توريق. تمام. طبعا موضوع التوريق دوت احد اشكال التخصيم نفس الفكره. اعتقد القطاع العقاري القطاع الاستهلاكي هيستفيد جدا جدا جدا. القطاع الصناعي بقى هيستفيد من التاجيل التمويلي اكتر من التخصيم، خصوصا ان هو بيحتاج دايما توسعات لتنفيذ الخطه المستقبليه بتاعته وخطوط انتاج وماكينات واجهزه راس ماليه. في نص دقيقة محتاجة حضرتك تقول لنا سيناريو باقي جلسات الأسبوع على جلسة اليوم وما حدث الارتفاع اليوم، هل ممكن نستمر على وتيرة الارتفاع لباقي جلسات الأسبوع؟ جلسة النهاردة بتنبئ إن بقية الأسبوع ممكن يكون في تفاؤل، ممكن في ارتفاعات وياخد الموجة التصحيحية خلاص تعتبر انتهت. احنا النهاردة داخلين تقريبا قافلين على 16400 نقطة وده يعتبر رقم جيد جدا، أتصور إن هو هيكمل ارتفاع لغاية آخر الأسبوع إن شاء الله. ان شاء الله يعني بنتمنى ده، وبنتمنى كمان طبعا زياده في السيوله اللي دايما متوقعها، وبنتمنى تفعيل برنامج الطروحات عشان نبدا نشوف الشركات دي والعائد منها، وان البورصه تتحول لاداه للتمويل وليست للمضاربه، ونبدا ندخل فيها من فيها سيوله جديده اللي احنا بنحتاجها. الاستاذ ياسر اماره خبير اسعار، نشكر حضرتك جدا. كل شكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه، ابقوا دائما معنا النيل الاقرب اليكم.